بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك بإذن الله. فيديو جديد بإذن الله. دي قماشة ترتر، دي طولها مترين زي ما انتم شايفين كده. البرسون بتاعها من البرسون التاني 1.20 سم او 1.25 سم، تمام. حتى البرسون عندهم فيه بيبقى فيه نسبة طول كده سايبينها. انا قصيت الطرف التاني بس ما قصيتش الطرف ده. بس قبل ما نبتدي نقول بسم الله كده، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. دلوقتي احنا بناخد عملناها على طبقتين، سيبنا العرض زي ما هو وطبقنا المتر على المتر، بقى العرض كله متر واحد بس، تمام. من الناحية المفتوحة بقى احنا بناخد الطول اللي احنا عايزينه وبعد كده بنساوي بخط من فوق خالص وبناخد نص عرض الكتف وبعد كده بننزل 3 سم من الكتف وبعد كده بناخد 8 سم بتوع حردة الرقبة الخلفية. بنعمل طول الوسط 42 وبناخد 18 سم طول الجناب. بعد كده بنعمل المقاسات بتاعتنا عادية خالص، ده كده احنا بنقيس الطول 90 سم بس احنا لسه هنطول وهقول لكم هنطول ليه بعد كده. ودوران اكبر حجم 33 و26 الدوران الوسط الربع، ونوصل ده كله ببعض، و30 اللي هو الستر ربع الستر. احنا بنعمل المقاسات دي بس البلوزة مختلفة عن اللي احنا بنرسمه ده خالص، عشان كده بقول لكم خليكم معايا لاخر الفيديو هتشوفوا ان شاء الله البلوزة طلعت جميلة جدا وهي بسيطة شكلها، بس في الشغل بتاعها صعبة شوية. طبعا هنا العرض متر بتاع القماش، احنا بناخد نص عرض الكتف وبعد كده ناخد طول الكم. الكم عندنا 60 بس في 10 سم اللي هو الاسورة، فاحنا هنمد 3 سم اللي احنا خدناهم بتوع ميل الكتف من عند حرد الرقبه لحد ميل الكتف 3 سم، نمد المزوره لحد اخر المكان اللي احنا علمناه. بناخد هنا 20 سم وسع الكم اللي هنحط فيه الاسوره، تمام. هنوصل بقى من عند حرده اخر حرده الجيرو زي ما انتم شايفين كده، دي اسمها البلوزه كم الرجلين، تمام. احنا الطبيعي اللي احنا لو بلوزه عاديه خالص كم رجلين بنعملها من عند مقاس اكبر حجم لحد الدوران كده لحد الكم، تمام. انا بقى لما اجي اوسع هوسع بالمنظر ده كده، المقاس معايا هيبقى حاجه واسعه وكاجوال خالص، فاحنا بنوسع. انا عملت لكم ادي اول خط وتاني خط عشان تاخدوا بالكم الخط والخطوط دي ايه لازمتها بالظبط كده. انا بعد ما قست الطول بتاعي من تحت باخد من عند الجنب ادي مسافه الكف كده واعمله بدوران. انا لازم اقيس الباقي من القماشه، لقيتها هتكفي الكم اللي هو بتاع الجهه الثانيه الطرف الثاني اللي هو الامام. فانا طبعا بقلب القماش، احنا يعتبر خلصت كده الخلف بس برضك هعمل فيه تعديل خليكم معايا. في الطرف التاني بقى نقلبه عند الطرف اللي انا قصيت منه التل اللي هو زياده اللي هو البرسون، عشان المطه بتاعته كمان جايه بالعرض كده. بناخد نص عرض الكتف وننزل 3 سم زي ما احنا، وبعد كده هو بناخد حرده الرقبه الاماميه بناخدها 8 في 8. عايزه توسعيها اكتر من كده تخليها 8 مثلا في 10، دي براحتك خالص، كده كده انت هتلبسي تحت منها حاجه. انا بقى بقيس برضك طول الكم اللي هو ال 50 سم من بعد نص الكتف، اروح ماده المازوره من عند حرده الرقبه بتمر بنقطه 3 سم بمدها على طول لغايه اخر الكم، بتديني الميل الطبيعي بتاعه ده، تمام. باخد بردك ال 20 سم زي الكم التاني وادي المنظر ده كده اهو اوصله. بعد كده اهو اخد المقاسات بتاعتي الطبيعيه خالص اللي هو طول الوسط ودوران ربع الصدر وربع الوسط وربع اكبر حجم زي ما خدته الاولاني، عشان اظبط في زياده ما بين الامام والخلف في الدورانات دي اروح انا اوسع من عندي تاني، تمام. اهو بصوا خدت دوران الصدر، كان ممكن ان انا اقص الخلف وبعد كده احطه كبطرون على الامام، بس هتبقى في فرق في الخياطات ما بين الامام والخلف فانا عايزه استغلها، فانا لازم ارسم الاول كله عشان عايزه اخليها واسعه على قد ايه ما اقدر. دلوقتي بخطط خلاص الخطوط اللي هي الامام كلها وسط وصدر واكبر حجم، واخد بردك نفس الطول اللي انا خدته زي الخلف الطول اهو، ان انا برضك لسه في تعديل. بصوا المسافه اللي هي ما بين الدوران بتاع الخلف برضك هدي بدوران هنا نفس كده،
هنا انا بقيس بقى من عند اخر ال20 سم بتاع فتحه الكم على الحرد اخر حرده الجيرو، واديها بخط كده دغري، وبعد كده اديها بالدوران اقيس بقى زي ما المسافه اللي هي قدام في الخلف من عند حرده خط الصدر لحد او بدايه الدوران اقيسه قد ايه وبالظبط كده، واخليه برضو نفس المسافه دي اقيسها في الامام عشان الاتنين لما اجي اخيطهم على بعض ما يكونش في ناحيه اطول من ناحيه، واديها بدوران كده المفروض بقى ايه اهو المفروض كده اجي على المكان اكبر حجم. لا انا برضك عايزه اقيس المسافه بتاعه التاني اللي انا وسعتها، الفرق ما بين الجسم الاساسي والوسع بتاع الرجلين، اخد المسافه كده اروح معدله الخط اهو بصوا، وفي مسافه برضك وسع ما بين الدورانين اللي انا هعمله اهو، بص الدوران ده كده اهي لتحت خالص لحد الطول، واخد برضك ايه على قد الكف كده الدوران ده هيوسع لي تحت تحت المسافه دي هتبقى واسعه برضك، هديها وسع تاني ان انا هاخد بعد ما خططت كده، لا انا هقص من بعد الخطوط دي كمان ليه، انا عايزه استفيد بكل قماشه، اهي المسافه اللي هي ما بين الكم وما بين الديل بتاعه الخلف في مسافه بتاع ايه 5 أو 10 سنتي، اروح انا مزوده الطول اهو مزوده الطول، عشان كده قلت لكم الطول في تعديل تاني، انا خدت الطول اللي هي عايزاه بس قالت ايه لو في وسع طول اطول من كده طولي، فانا خدت يبقى انا لما اجي اقص اهو الدوران اهو مع بالظبط خط الاخر نقطه للفتحه الكم اللي هي قبل الاسوره دي تمام كده. دلوقتي انا بلف القماش عشان ابتدي اشوف التعديلات التانية او اقص اهو ادبسها كلها، طبعا دي كلها متدبسه من على الطرف عشان وانا بزحزحها كده، بس برضك ادبس قبل ما اقص، عندي البدايه كل حاجه انا بقصها، انا كده بقص الخلف اهو اللي هو على الناحيه المفتوحه عندي بالدوران بالتوسيع اخر خط، وبرضك تلاقيني اللي انا الوسع ده برضك هاخده بالنص، انا عايزه اوسع عايزه الوسع كفايه ان هي القماشه ان هي ضيقه عرضها ضيق، بس انا هستفيد بايه بالوسع كله، انا كده بزود اهو وابتدي لغايه حرده اهو نفس الدوران ده هيبقى للطول اخر طول برضك في الامام، انا كده بظبط القماش بقى على اساس ان هو البورسن اللي هو فيه الطل ده الزياده لازم اقصه الاول عشان ما لخبطنيش، وبرضك هستعمله هقول لكم برضك في اخر فيديو ان انا هستعمل الطل ده مش ههدر من القماشه دي اي حاجه خالص، اقصه كده عشان اسويه عشان اعرف بس الهالك من القماش ده انا هستعمله ايه برضك تمام كده اهو، واقص كده اخر الكم اخر الكم بالنسبه للخلف، وبرضك هساوي النزول بتاع الميل الكتف مع حردة الرقبة الخلفية زي ما انتم شايفين كده، برضك الحتة الفضلات الصغيرة من كل ناحية ناحية الكم بقية العرض بتاع القماش المتر من ناحية الكم دي برضك هستعملها كاسورة هقول لكم ازاي، بصوا انا كده قلبت باخد بقى دلوقتي ايه الامام اللي هو على المقفول بظبطه كده، طبعا انا مدبساه عشان كده بتحرك براحتي خالص، بحط عليه بقى الخلف كبترون زي ما انتم شايفين كده اهو بظبطه، واشوفوا بقى الزياده اللي في الاخر دي اللي انا معلم عليها بالاحمر دي هتبقى بردك الاسوره دي هتلاقيها على المقفول دي على المقفول دي انا هستغلها، وفي بردك الناحيه الثانيه اللي هي ناحيه الكم هنا دي على المفتوح انا دلوقتي مش هستغلها دي لاني مش لازماني في حاجه، بس يعني ايه انا بقول لكم ان في ايه بالظبط فايد من القماش ما فيش اي حاجه تهدير، طبعا انا ما حطيت ده على ده الكباترون في شرايط صغيره بس اللي هي من عند الجناب كده طبعا علشان تعريجة الامام والخلف الاتنين بيبقى فيه بتاع 2-3 سم كده زيادات، دي هي بس الفرق ما بين القماش، يعني القماشة دي طلعنا منها حاجات لا تذكر، بس بسوي كده وتم من عند الكم كده يعتبر البلوزة يعتبر شبه خلصت، ان هي بعد ما اساوي الخط بتاع الكتف اللي فوق اقصه، البلوزة دي بسيطة جدا كشكلها بسيطة جدا لكن في الشغل والقص وتعليمها عايز حرفنة بالذات لما يكون القماش قليل العرض بتاعه قليل تمام كده، انا كده بعمل حردة الرقبة الامامية بعدلها عن الخلف، جينا بقى للاسورة احنا قسناها دي لقيتها طولها كده بتاع 22 سم او 23 سم، انا محتاجة 10 سم فانا هتنيها كده هتديني الاسورة للكمين دي كده انا هتنيها اهي واخد منها جزء بس صغير اهي اتنيها على الاتنين كده، هي مش رفيعه هي بتمط فالرفع ده هيبقى يدي شكل حلو برضو هوريكم وانا لابساها او يعني حطها على ايديا شكلها جميل جدا، هنبتدي بقى في الخياطه.
هنبتدي اول حاجه بالقفله بتاعه الخلف اللي هي على المفتوحه، الخياط اقفلها خالص، بس انا سايبه بتاع 5 سنتي او 10 سنتي من عند الرقبه فوق عشان هعملها ليها كوبشه عشان تريحها في اللبس. تمام، انا بعد ما خيطت الظهر اجي بقى من الكتف من عند حرد الرقبه سواء الاماميه والخلفيه على بعض، وادي خط على طول بميل الكتف لحد اخر الكم زي ما انتوا شايفين كده. على فكره القماشه دي بتنتش، يعني تبقي حريصه ان انت حتى لو ضافر طالع من ضوافرك ممكن تمسك فيها وتنسل القماشه، فعشان كده الواحد حريص ان هو بيخيطها. طبعا انا خيطت اول كتف والكتف الثاني هخيطه برضك مع نفسي، وعملت اوفر وابتدي بقى ايه الجنب اللي هو من تحت خالص اللي هو الدوران بتاع الكم للميل لتحت خالص لغايه الدوران بتاع الديل. تمام كده. عايز اقول لكم ان البلوزه دي عمليه جدا سواء للناس النحيفه او البدينه، يعني بتنفع لكل المقاسات اللي انت عايزاها، وكمان تبقى سهله جدا في اللبس سواء سواريه او كاجوال عادي. دلوقتي احنا بنعمل الاسوره بنتنيها على حسب المطه، هي طويله احنا بنعملها نظيفه يعني متنيه وش وظهر، فاحنا بنخيطها خط طولي كده وبعد كده نقلبها زي الاساور بتاعه الترنجات وتشطيب الكمام العبايات اللي هي الاساور الفيزون زي ما انتم شايفين كده. اجيب بقى الكمام بعد ما خيطتها، اجيب الخط البتاع اللي تحت اللي هو بتاع الجناب، واجيب الخياطه على الخياطه وابتدي بقى. طبعا الكم واسع، فانا وانا بخيطه هحطها اشد الاسوره وكشكش بالايد الثانيه، ادي كسر بسيطه كده تحت الاسوره، اكشكشها على قد ما اقدر بحيث ان هي تيجي على قد مسافه الاسوره، وانا شده الاسوره عشان ما اعملهاش وهي من غير ما اشدها هتبقى قافله على الايد وما بتعرفش تدخلي ايدك منها. دلوقتي احنا خلاص اهو خلصنا اول اسوره وهعمل الثانيه مع نفسي وهوريكم وانا لابساها. بصوا هي مش بتاعت البلوزه عشان ما حدش يفهم غلط، انا بس بجربها لكم، والاسوره شكلها جميل جدا. دلوقتي البلوزه يعتبر خلصت، ما فيش اللي انا بثبت الفتحه اللي من ورا، يعتبر كده احنا قربنا نخلص الفيديو. يا رب اكون قدرت اوصل لكم معلومه وتقدروا تستفيدوا، وركزوا قوي في الخطوط، ارجعوا للفيديو تاني وركزوا في الخطوط الكتير انا عملتها. طبعا التل اهو اللي انا خدت البرسون بتاعه بتنيه تانيتين واعمله كابيه لان هو بيمط يعني الليكرة دي فبتغنيني عن الورب بتاع البيه، بتنيها كده واروح جايبه الطرف اللي هو عندي الفتحه من ورا واعملها. وبرده كان هحط لكم في صندوق الوصف طريقه الفيديو، طريقه تشطيب حرده الرقبه بالبيه ازاي بتعرفي تشطبيها زي ما انا كاتبه لكم كده على الفيديو. بشد البيه من تحت، مش بشد اللي فوق، لا بشد البيه من تحت واركبها عادي خالص وارجع اقلبها بطريقه سهله اهي. بصوا اهي دي كده، واتنيها تاتين مع اني ممكن اتنيها تانية واحدة لان انا تانية الشريط، لا بديها كده عشان يديها متانة في الرقبة وفي نفس الوقت ما تجرحش اللي لابساها لو هي مش لابسة حاجة برقبة تحت منها ولا اي حاجة. ان شاء الله بعمل لكم فيديو بالحاجات اللي انا قصيتها وخيطتها بس ما صورتهاش، اعملها لكم وهي جاهزة خالص متشطبة في فيديو خاص بيها ان شاء الله. عشان بس ايه سبب تأخيري الفيديوهات ورا بعض، ما عنديش وقت بصراحة عشان الشغل. دلوقتي اعتبر احنا خلصنا الفيديو وخلصنا البلوزة، ويا رب يكون قدرت ان انا اوصل لكم معلومة. ايه رأيكم في شكلها في اللبس؟ كمان تحفة عن كده بإذن الله.